السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. هل أنت صاحب محل تجاري أو ورشة؟ هل أنت صاحب مهنة أو حرفة يدوية؟ إليك هذه النصيحة، عندما تخرج من منزلك تتوجه إلى عملك أيا كان، أولا ضع في اعتبارك ألا تظلم أحدا وألا تمسك في سيرة أحد وفي عرضه، ألا تغش أحدا وأن تستعمل الرحمة، واجعل في نيتك لله إن وسع الله رزقك أن تتصدق ولو بالقليل اليسير، فالأرزاق أخي متداخلة، فلا تعرف رزق من أتى مع رزقك لكي يرزقك الله برزقه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. احفظ هذه الآية ورددها وأنت في طريقك وإلزم الاستغفار، فبالاستغفار كم من أبواب وطرق مغلقة فتحت وكم من أرزاق معطلة يسرها الله عز وجل. افعل ذلك واحفظ هذه الآية ورددها بقلبك وادعو الله بها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بعدها أخي في نهاية اليوم أنتظر تعليقك وكيف كان حال من توجه إلى الله عز وجل ودعاه ورجاه. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى لايك واشترك في القناة لعلك تكون شير في الخير.